يا قلوب أقسم من الحجر، بقلوب كن عيد النظر. يا قلوب أقسم من الحجر، بقلوب كن عيد النظر. لا تفرحوا صحيح أنه الرأس المدبر وجد مقتول بصندوق سيارته. نحن على ثقة كمان أنه أفراد عصابته المجرمة ماتوا واندفنوا وانتهوا معه. صافي، طفي التلفزيون. تكريمكم اليوم غلط غلط، رح نستفيد منه كتير وننتهم. صافي، ما بدي اياهم يتهنوا بالاعتفال والنصر والتكريم. سيدنا شو رأيك صفيهم؟ بقصد صالح الجبلي وزياد الحر. تكريمكم اليوم مش بس لشجاعتكم بمحاربة المهربين والمروجين والمجرمين اللي عم بيدمروا المجتمع. تكريمكم اليوم كمان لنجاحكم بمكافحة تبييض الأموال. النجاح هذا أدى إلى شطب اسم لبنان عن لائحة الدول المشجعة لتبييض الأموال نهائياً، وذلك بالرغم من محاولات الأعداء الخبيثة لإعادة إدراج اسم لبنان على هذه اللائحة. فشكراً لكم. الله يهنيكم ويسعدكم. نصيب نصيب صالح، نصيبك يا جمالة، وأنا نصيبي نصيبي.
عن جد عن جد عمتك غريبة. لا أبدا لك يا جمانة، حياتنا تحولت لصور، مجموعة صور. أكيد بتعرفوا بيوت كتار من أصحابكم اللي عندهم أولاد صبيان وبنات إخوي وخيات. إذا بتفوتوا على هالبيوت بتلاقوها فاضية كأنها مهجورة، ما فيها غير ختيار وختيارة، أو ختيار وبس، أو ختيارة وبس، والصور معباية الحيطان. العلاقات العائلية تحولت لمجموعة صور على الكومودينات والطاولات وعلى الحيطان، وأكثر من هيك شو بدي قلك يعني؟ شو بدك تقول؟ من ربيهم بالأحضان بيصيروا صور على الحيطان. يلا استسلمت. اوعى تعيدها، اوعى تعيدها. شو في بجيبتك؟ شغلة غالية. ياي شو حلوة، عجبتك الهدية؟ كتير حلوة. طب يلا تصبح على خير. وانت من اهله. حالتها غريبة فعلا ونادرة جدا. من حسن حظها انه الله بعث للاستاذ زياد حتى يرعاها وكأنها امه. طيب شو سبب هالحالة؟ بالبداية تجوزت واحد كانت تحبه عائلتها، او اللي بيسموا حالهم عائلتها، افتكروا يا ستنا غني، فصاروا يرسموا خطط ويحضروا مشاريع حتى يستغلوا الصهر المسكين. شوي داب التلج وبين المرش. فهمت، طلعت يا كركدن لا تحسبن، مش هيك وبس. طلع نوتي وبخيل، فتخلوا عنا ونكروها. قال شو انتصروا للشرف الرفيع. لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم. المسكينة قضت أيام صعبة، فلما مات الصهر ازدادت عزلتها ووحدتها، وحتى ما تبقى بلا عائلة كونت عائلتها الخاصة. يسلم هالتم، كونت عائلتها بنفسها حسب قناعاتها واختيارها وبلا جميلة القرايب والعقارب. بتعرف يا صالح، لما كنت عم بتفرجيني صور عائلتها بالألبوم كنت عم تفرجيني هن بكل فخر واعتزاز. بتعرف شو منيح هيدا زياد، الله يعطيه أدنيته ويبعث له كل خير. بكفي اهتم ب صالح. صلوحتي، شو نمتي انت يا صغيره؟ يلا يلا يلا. اشتقتي لي حياتي، ما هيك؟ ما تزعلي حبيبي، هيك سهرات عمل وعشوات ما خرج انك انت تكوني موجودة فيها. وبعدين انت بتعرفي مش انت دايما رفيقتي بكل سهراتي؟ بس يا حبيبي هالسهرات العمل هيدولي بتبقى مملة جدا 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 قد ما بدك قولي. وبعدين انت وجودك بيبقى غير مرغوب فيه. اتفرجتي على حفلة تكريم؟ ما دخلك وما بظن انه بهمك الامر. من شانك حبيبي انا سجلت لك اياه على شريط احتياط، لانه قلتي انا يمكن وقتك ما سمح لك انك تتفرجي على رفيق الشباب.
حبيب القلب. بعرف شو بدك تقولي جمانة، الله يخليكي تركيني بحالي. يا صالح، انت ليه حمل السلم بالعرض؟ يا ستي بالعرض بالطول، شو الفرق؟ هيدا قدري، قدري العائلة اني احمل السلم بالطول وبالعرض. الله يعيني على هيك مسؤولية، مسؤولية بتكسر الظهر. جمانة، مش كسر ظهر بس، سويد وش، سويد وش يا حياتي. لحقيني فنجان قهوة على جنيني. وليد شو بك يا حبيبي؟ شو بو خير؟ ما بو شي. عن اي مسألية كان عم يحكي؟ عني انا؟ لا يا حبيبي مش عنك انت، عم يحكي عن شي تاني. عن سمر؟ عمره ما فكر فيها. ايه بس هلا الوضع تغير، خيك صار يهمه كتير قصة سمعته. معك حق تضحك، بتعرف هو هلكنا بهالموضوع، صاير عقد الشغلة عنده، ماشي نروح ناكل. سمر يا سيدتي الجميلة، اعتبارا من هاللحظة ممنوع دخولك على المكتب. ممنوع تداومي بأي مكتب. وممنوع تشرفي على المؤسسة إلا إذا اشتقتي لي. السواق أنور بتصرفك بيستجلي رقم جهازه. وهلا ما بدي اشوفك هون، مفهوم؟ مفهوم بس انا بعرفك وانت ذكيه كثير وهيك بتاخديها على الطاير. المهم تفضلي. شو هيدا؟ كل هالقد غشيمي ما بتعرفي دفتر الشيكات يا سمر؟ ولو اسمع، حطيت بحسابك بالبنك مبلغ كبير، صار فيك تسحب المبلغ اللي بدك اياه بدون ما ترجعي لي او تساليني. يلا على البيت وتشيك معك. يلا. بتلبق لك، والله بتلبق لك. طالب مش رح تبطل تبخير؟ الله يسامحك. وين بدها توصل؟ وين بدها توصل؟ مش مهم هي لوين بدها توصل، المهم أنا لوين بدي أوصل. طلني هون ليجيا. توصل؟ لجهنم وين بدك توصل؟ ليش مستغرب نديم بيك؟ أنت أفضلك علي من خلقتني لهون. كله عبعده عليك خدمة مؤقتة. استلم من مكان المادموزيل سمر بينما تلاقي سكرتيرة جديدة. حتى لو لقيت سكرتيرة جديدة لازم أنا أعلمها. أنت؟ طبعا أنا أخبر بكل الملفات والقضايا ولا نسيت؟ لا. شو رأيك؟ قديش بدك معاش؟ ولو نديم بيك ولا مرة اختلفنا على المعاش. بعدين شو ما يطلع من خاطرك بضل انا مديون لك. شو قلت؟ عمتي يا عمتي، ولك اشتقت لك انا. ما اشتقت لي؟ يا احلى. معقولي فاضي؟
ليك يا عمتي، انا راح اطبخ لك اكل بكفيك يا اسبوع، فاطلبي وتمني. انا شبيكي لبيكي. بعرفه، انا بعرفه منيح، من العيله. يعني اذا اخترتيه ايه بيصير من العائله، من صلب العائله، بيصير بيقربني لازم، بيصير ابن خالتي مثلا. نيالك يا صالح. الو صالح، بدي بشرك بشاره حلوه، عمتي ضمتك للعائله. لك ايه صرت واحد من عائلتنا، مبروك وعيش بهالنعمه. طيب طيب الله معك. سمعت عن نديم سلوم؟ قبر مرته بعد ما نشف، بده يتجوز. تفيق عليه من الرجال بلا وفا. لك يا عمتي انت راح بتجنينيني، راح بتجنينيني. بتنسي اشياء ما لازم تنسيها، وبتتذكري اشياء ما الك فيها لا من قريب ولا من بعيد. بلا هاللعن فاضي وخبرني، بده يتجوز؟ انت تجوزت ولا بعدك عزابي؟ مرتك عايشة ولا ماتت؟ ما بدك تجاوبني؟ على أي سؤال؟ علي بدك. عمتي بتاكلي محشي كوسة؟ وين الكوسة؟ وين البتنجان؟ وين البامي؟ مسقعة بتنجان، كبة بأرنبية، كبة بلبنية. شو سبب اعتراضك صالح؟ اعتراضه انه سمر تجوزت بدون ما تسأله. خلاص يا سالي. لا ما رح تخرس. ليه بدك تخرس؟ جاوبني لإلي، ليه ما بدك سمر تتجوز؟ وين الغلط؟ لا مش غلط، بس غلط انه تتجوز واحد مثل نديم سلوم. بقولوا عنه كتير آدمي. ايه آدمي كتير، بس اكبر منها. يعني بعمر بيا بدك تقول. تعرف انه بلش يتغمز علي بالدائرة، عم بسمع وشوشات بإذني، عم بيقولوا انه بنت عمته تجوزت واحد مليونير، رح تصيبه طرطوشي. قال انا يا جمالة رح تصيبني طرطوشي، وحدي قليلة الحياة. انه كنت بتفضل تبقى بلا جواز؟ لا ما بفضل تبقى بلا جواز، تتجوز صحتين على قلبها، بس كان فيها تنطر لها شوي. ولا انا بقول لك، انا بعرف ليش بدها تتجوز ومستعجلة، لانه في صيدي حرزاني خايفة تخسرها، قليلة الحياة. بابا اسكتي اسكتوا كلكم، ما بدي اسمع حكي بقى. انا اللي عم بسمع التلطيش مش انتو. غريب أمره صالح، بده إياها تنطر، لأمتى بدها تنطر؟ برقيات، فاكسات، رسائل تهنئة، كلها تهاني لزواج قريبتي المصون من ملياردير نديم سلوم. معهم حق، أنا كمان كان لازم أبعث لك فاكس. أستاذ زياد الله يخليك، اللي فيني بكفيني. أنا ما عندي اعتراض على زواجها من نديم سلوم، بالعكس، إنما هيك زواج من هيك رجال وبعد المشاهد اللي شفتها، لا 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 لا. كل الناس عم بيقولوا إنه هي عم تحاول تقعد بحبايلها، بالعربي الفصيح عم تغريه. صالح ما تظلم بنت عمتك. أنا عم بظلمها؟ بعد ما شاهد اللي شفتها، كتفه على كتفه، جلسات رومانسية وإيده بإيدها كأنها رح تبوسها، كل اللي عم يشوفوها عم بيقولوا إنه هي عم تحاول توقعوا بحبايلها. أستاذ زياد الطراطيش الوسخة صابتني، صابتني بنص نافوخي. إيه واسمك رح يطرطش ما هيك؟ رح يطرطش؟ الطرطش وشبع طرطشي. أما أنت غريب فعلاً، خوفك على اسمك وسمعتك شي مش طبيعي. صالح أنا صار عندي شك إنه شغلك ليل نهار ما كان أبداً حرصاً على سمعة البلد وشبابها، بالعكس كان حرصاً على شهرتك واسمك حتى تنعرف وتشتهر بالنظافة والاستقامة.
الاستئامة والنظافة طاروا، الاسم والشهرة صاروا بالحضيض. عم بسمع الوشوشات بديني كيف ما رحت كيف ما جيت. اتفضل، هيدا الدليل قدامك. صالح، ما تحكم بسرعة ولا تحاكم، فكر بظروفها، جرب تفهم وضعها قبل ما تحكم. عفوا، انت انعزمت على العرس؟ بقصد العروس عزمتك على عرسها؟ ايه دكتور، شو رأيك؟ اتكل على الله، المهم تحافظ على صحتك وتداوم على استعمال الأدوية، وتذكر ما تبالغ، صحتك بالدق. لئيم. خبرني، أنا معزوم على الحفلة؟ الله يطول عمرك يا دكتور. لا حفلة زواج ولا احتفال، أنا بدي أروح أرتاح. بعدين ما تنسى إنه حفلة الزواج مش بس بتتعب، بتقطع الظهر. مش هيدي وصيتك إلي حكيم؟ يعطيك العافية. شكراً. أنت لحالك وأنت لحالك وأنا لحالي. ماما ماتت وبابا تركني وراح، فأنا طلعت لحالنا. ليه حلوتي لحالها؟ أمي روحي معي. ولا وكرمالي أنا حبك حبك. يلا حياتي، يلا 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 يلا. أوبا. شو يا وليد؟ حلوة؟ أنت فنانة، ليه ما دايما بترسمي؟ لأنه بوجودك وبوجود خيك صالح وهالتلبيسة ما عندي وقت ارسم. طنط لسه ما معزبتنا على العرس. لأنه بفتكر ما عملوا عرس، تجوزوا على السكت. وضروري الفضيحة على السكت أحسن. وضروري حضرتك تحكي سكتي أحسن. بتحبها يا صالح؟ شو قلتي؟ هيدا التفسير المنطقي الوحيد، الحب والغيرة. بتحبها من زمان، كنت عم بتقاوم هالحب وتهرب منه لسبب من الأسباب، بس لما جد الجد ما لقيت غير الحب والغيرة اللي غيروا موقفك الحالي. إذا ما في حب ولا غيرة بيكون موقفك سخيف وغير منطقي. أنت اختار، يا الحب والغيرة يا السخافة وعدم المنطق. جمانة، بفضل يكون منتهى السخافة ولا يكون حب لغيرك. فهميها يا أم راسفادي، ما حبيت ولا رح حب غيرك كل حياتي. فإذا ننسى سمر، شيلها من راسك، تركها بحالة، تركها تعيش حياتها اللي اختارتها. وبترجيك ما بقى تجيب سيرتها بالعاطل. سمر كل عمرها أخلاقها عالية، لا أنا ولا أنت بحقلنا نجيب سيرتها. ونديم سلوم كمان أخلاقه كتير عالية، رغم الشائعات اللي قالت عن علاقته بخدامته وأبوته للبنت. حاضر، رح شيلها من راسي. وهيك بيرتاح راسك، حاجته اللي فيه. شو سعيد، مبسوط؟ لا انا قوم قوم صور لي. قوم لك، يلا روح 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 صور.
حبيبتي. ما لك تخصها بيني وبين بابا. ما بقى بدي روح على المدرسة. لسه شي؟ ايه بالمدرسة عرفوا اني بنت خدمة. كيف؟ ما بعرف. عم بيقولوا لي بتخدمي من الروحة والرجعة. ما بقى بدي روح على المدرسة. ما بقى. ما تقولي هالحكي. أنا بدي إياك تكملي المدرسة حتى تاخدي البكالوريا، وبعد البكالوريا حتدخلي الجامعة. وإذا مت قبل ما يصير هالشي سمر بتقوم بالواجب. شو الفايدة؟ حتى لو رحت على البكالوريا أو الدكتوراه رح يضلهم يقولوا لي خدامة، بنت خدامة. سمعت كل شيء، اترك علي. لا سمر، انت لا. فهمت. فهمتيني غلط. أنا البقصد هلأ بدي منك تعطيها فرصة حتى تتفهم الوضع. أنت هلأ بالنسبة إلى غريبة، أخذتيني منها وحليتي محل المرحومة ليلى. ليلى بالنسبة لسارة كانت. بعرف، معك حق. هلأ لازم تروقي. هيدي المشكلة رح حللك إياها، رح انقلك لمدرسة تانية، ومن بكرة الصبح رح فتش واسأل عن مدرسة تكون منيحة وتقبلك من هلأ حتى ما تنطري نهاية أو بداية السنة الجديدة. اتفقنا؟ كيف؟ اعطيني ايديك سارة، انطريني بالسيارة. لا تخافي، لا تخافي، انا بيك ما راح اذيكي ولا ممكن خلي اي انسان يأذيكي. انا بيك، اسألي نادين بيك، ما لازم حدا يشوفني معك. راح روح بس اذا معك مصاري اعطيني لاني جهان. مفاجأة لك يا أحلى مفاجأة. هلأ وقفت بخير ولي، شو قصدك تذكر سارة بكل مناسبة بأنها بنت خادمة؟ طيب تفضلي لا أشرح لك. شو بتحبي تشربي؟ ما بدي أشرب شي. ما بصير مدام، هيدي أول زيارة لإلك كمدام سلوم، لازم نحتفل فيك وبزيارتك. طالب بأمرك. صحيح اللي قلتي، أنا عبقول هالحكي هيدا مش بقصد التحقير أو الإزلال. طيب شو القصد؟ تكبر بواقعية لحتى تعيش ببيت ثري، لازم دايما نذكرها بأصلها لحتى بعدين ما تتفاجأ بالواقع وتتعقد. أنا حريص عليها وعلى نفسيتها كمان، مثلكم أنتو، مثلكم مسيو سلوم، أنتو حريصين عليها وأنا حريص عليها وبزيادة. صدقيني مدام، يمكن بعد شوي تتحول مشكلة لإلك، وأنا عم بحاول جنبك المعاناة اللي ممكن تعانيها بالمستقبل. أنا اهتمامي براحتك مدام أكتر بكتير من اهتمامي بالبنت. صدقيني مدام، أنت غالي وعزيز علي، كل عزيز على قلبك عزيز على قلبي أنا كمان. ودايما بالخدمة وبأي وقت. بسيطة يا بنت الخادمة. اسمعي سارة،
بدك تعيشي مرتاحة ومبسوطة؟ ما تفكري بالناس ولا حكي الناس ولا غمزات الناس ولا تطليعات الناس. فكري بحالك وبس. فكري بمستقبلك. وتعرفي شو يعني مستقبلك؟ مدرستك. لازم تروحي على مدرستك وتكوني شاطرة بالمدرسة. ولازم تكوني قوية وأوقات وقحة. حتى أنا إذا بتحسي إني بأثر على مستقبلك ما تحكي معي، نسيني. المهم أنت يا سارة، أنت أولاً وثانياً وثالثاً، أنا ونديم نجي رابعاً. ما بدك تفهمي؟ عكيفك. هالة أستاذ نديم غير مستقبل، لازم منعكم من الدخول. نما الحاجة وتهديده. فهمت فهمت. توعديني ما بوعدك. خلص مش رح نتصرف طريقة، لا تزعجوا ولا توتروا. سمر، حاولي تفهميها، تفهم ظروفها. طبعا بفهم بقدر ظروفها. وعديني ليك رح تعمليها معاملة ام لبنتها، سواء كنت طيب او بي. اعتبريها بنتي، خلفت لك اياها يا صبر.
لأن الأمانة أمانة عندنا، والأمانة غالية. بوعدك أنت غالي وطلبك غالي مهما كان، حتى لو كان بخسارة ما بتحبني. سمر وعدتك نديم، خلص وعدتك مثل بنتي. سامحيني سامحيني يا سمر، لو أنا كنت السبب بخسارتك أحرص من عمرك وشبابك. خبير بأمور الناس وأحوالها. تتذكر شو قلت لك لما تزوجها؟ قلت أشياء كتيرة. أهم شيء قلته إنه زواجه من السنيورة رح يخلص عليه، وهذا الشيء صار. بعد ما صار؟ رح يصير قريبا جدا، العرض القادم next week. حكيم وينو الحكيم؟ حكيم وين؟ مدام نديم سلوم. ألو صالح، معك زياد. لا كنت بالعزل اللي كان مفروض حضرتك تكون موجود فيه. لك هلا خلاص واسمعني، ابتداء من هاللحظة الحظ بلش مع بنت عمتك. شو يعني الحقيقة؟ انك لك شو بدي اقول عنك، تايس ولئيم وحقود. لك ايه لئيم والف لئيم. اسمع يا صالح، في عندي هالكم يونيت بعدهم بالتليفون، ما بدي ضيعهم. عشو مع مين بدي ضيعهم؟ فأنا جاي لعندك، انطرني. قاضي زياد الحر، شو جابوا لهون؟ لا تسلم لي، ما بدي قهوتك، بتكون مسمي مثل أفكارك. تاكسي. شو بك قاعد مثل الصنم وكأنه الميت غريب عني؟ صحيح انت كنت خادمة المرحوم، بس هو له فضل عليك فتلحلحي ولمي الفنجين. حاجة عملتي لي حزينة يعني، عم تمثلي. يلا شوف. يلا سارة.
الله يعينك عليها. مدام سمر، تذكري دائما انه انا بالخدمه ليل نهار، انا بالخدمه حتى لو طلبتيني بنص الليل انا جاهز مهما كانت الظروف. انت غاليه علينا، كثير غاليه علينا، غلاوتك غلاوه المرحوم كان دائما يقول لي سمر اماني برقبتك يا طالب، سمر مسؤوليتك يا طالب. الله يرحم، الله يرحم. بعدت عن الشر وغنيت له، والشر ما راضي يبعد عني، رجع يغني لي ويرقص لي كمان. شو يا بيك؟ بتظن ورثها؟ معقول، معقول كتير. كان يقعد جلسات طويلة مع المحامي، بس لصالح مين؟ وإذا ترك الإرث لغيرها؟ لك شو لغيرها أنت كمان؟ ليش في غيرها؟ في البنت سارة، يمكن بالنسبة لك. بس لا، لك رأس. لأنت مش بس هبيلة، كمان بوم؟ بس معقول يعملها؟ معقول يورث البنت؟ هلا اذا مثل ما عم بيقولوا انها بنته لك بس خلاص ولا انت اذاعه نحس، اذاعه نحس. بس اذا عملها بكون طلعت بلا حمص وبلا برغل وبلا عدس كمان. يا بيك إذا بتعمل مثل ما طلبوا الجماعة منك بكون. ليش عرفك أنت شو طلبوا مني؟ بعدين أنا ما فيني نفذ اللي طلبوه مني إلا إذا بقيت بوظيفتي بالمؤسسة. لهيك ما في غير سمر. بوم انت اطلع. ريت إفادتك منيح؟ نعم. كلمة كلمة؟ نعم. وقعي إذا بدي. الله معك. شو القصة؟ ما دخلك؟ إذا قضية مهمة وغامضة يمكن العدلية تكلفني بالمتابعة والتحقيق، ما أنا وياك ثنائي محظوظ. ولا نسيت؟ هيدي مش أول حادثة من هالنوع، نفس الشخص، وإذا أكثر من شخص بيكون في تشابه بيناتهم. ابتدى بملاحقة وتخويف وتهديد وانتهى باعتداء بالضرب. استاذ زياد، تعرف شو الهدف من وراء كل هالاعتداءات؟
سرقت شيء بسيط كتير وسخيف. المعتدي شو عم يسرق من الضحايا؟ مقدح أسنان. يعني الضحية طالب الطب أسنان. فهمت. شو رأيك تشتغل معي بالقضية؟ لا حبيبي لا، أنا ما بحب قضايا المجانين، وبعدين أنا عم فكر للمستقبل بشي تاني. مستقبل. طلبونا قهوة مرة. ايه شو جيت تحكي؟ تفضل. صالح بنت عمتك سمر هيدي قضية عائلية ما تتدخل فيها. وبفرح عينك وبفرح أنا.